مساءكم سعيد مشاهدينا الكرام، 8 بتوقيت العالمي الواحد، نشرة الأخبار من قناة الموريسانية، نستهلها معكم بأبرز العناوين. الشغيلة الوطنية تخلد فاتحة مايو، وزيرة الوظيفة العمومية تتسلم العرائض المطلبية للنقابات. وزيرة التجارة والصناعة والسياحة تعطي إشارة انطلاق المعرض الجزائري للمنتوجات. تدشين شبكة مياه تعمل بالطاقة الشمسية في قرية شحياف بولاية الحوض الغربي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بعث فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز رسالة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. قام بتسليم الرسالة أمس في عمان وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد أحمد الله الداود خلال لقاء خصه به رئيس الديوان الملكي الأردني الدكتور فايز الطرناوة. احتفلت بلادنا اليوم على غرار المنظومة الدولية بفاتح مايو العيد الدولي للشغل، وبهذه المناسبة تسلمت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في مكتبها صباح اليوم 28 عريضة مطلبية مقدمة من طرف الاتحادات المركزية والنقابات المهنية. تضمنت العرائض مطالب تركزت على تحسين ظروف العمال والمزيد من الإصلاحات التشريعية التي تساعد في ترقية العمل النقابي. تسلمت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيدة كومبابا العرائض المطلبية للنقابات والاتحادات العمالية الموريتانية في إطار الفعاليات المخلدة لليوم الدولي للشغل، وذلك بعد اختتام المهرجانات والمسيرات التي نظمت بهذه المناسبة. وطالبت العرائض بالمزيد من الإصلاحات التشريعية التي تساعد على النهوض بالعمل النقابي في سبيل مضاعفة الإنتاج، بالإضافة إلى ضرورة تحسين ظروف العمال بشكل عام. وتسلمت الوزيرة العرائض المطلبية لكل من الاتحاد العام للعمال الموريتانيين، النقابة الوطنية لمهنيي ومراقبي الشغل، الكونفدرالية المركزية لعمال موريتانيا، اتحاد عمال الجمهورية، اتحاد تجديد عمال موريتانيا، نقابة الصحفيين الموريتانيين، اتحاد الجيل الجديد من عمال موريتانيا، اتحاد الوسط للعمال الموريتانيين، اتحاد العمال الموريتانيين. كما قدمت 5 مركزيات نقابية عريضة مطلبية لوزيرة الوظيفة العمومية بشكل جماعي، وضمت هذه المركزيات الاتحاد الحر للشغيلة الموريتانية، والاتحاد النقابي الوطني لعمال موريتانيا، الاتحاد الرئيسي لعمال موريتانيا، الاتحاد الشعبي لعمال موريتانيا، الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة. وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيدة كومبابا تسلمت كذلك في مكتبها العرائض المطلبية لاتحادات ونقابات أخرى، هي اتحاد النقابات الحرة في موريتانيا، الاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا، الاتحاد الاجتماعي لعمال موريتانيا، الاتحاد الموريتاني للعمال، النقابة المركزية للشغيلة الوطنية، الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، النقابة المهنية للحمالة، والكونفدرالية المستقلة لعمال موريتانيا، الاتحاد الوطني للعمال الموريتانيين، الكونفدرالية الموريتانية للشغيلة، الاتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا، النقابة الوطنية لعمال التجمعات المحلية، الكونفدرالية الوطنية لعمال موريتانيا، النقابة المهنية للحمالة الموريتانيين.
خلد اتحاد العمال الموريتانيين اليوم فاتح مايو العيد الدولي للشغيلة الوطنية تحت الشعار زيادة الأجور ومعاشات التقاعد، وذلك من خلال تنظيم مسيرة تحمل شعارات بالمطالب العمالية، وانتهت المسيرة بتنظيم مهرجان خطابي. استهل اتحاد العمال الموريتانيين نشاطه المخلد للعيد الدولي للشغيلة الوطنية بمسيرة راجلة انطلقت من وسط شارع جمال عبد الناصر بالعاصمة. اتحاد العمال الموريتانيين اتخذ شعار زيادة الأجور ومعاشات التقاعد محورا أساسيا لمطالب الشغيلة الوطنية الرامية إلى تحسين أوضاع العمال. وللتعبير عن المطالب المختلفة للعمال، رفع مناضل ومناضلات هذا الاتحاد العمالي لافتات دعا بعضها إلى تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية، وطلب بعضها الآخر بإلغاء الضريبة على الرواتب، كما شملت المطالب زيادة العلاوات المخصصة للعمال. اتجهت المسيرة نحو مقر اتحاد العمال الموريتانيين، حيث تم تنظيم مهرجان ألقت خلاله الأمينة العامة للاتحاد السيدة خديجة ماما دوجالو خطابا أكدت خلاله تصميم العمال على مواصلة النضال من أجل تحقيق المطالب النقابية الأساسية. الأمينة العامة للاتحاد ركزت على ضرورة تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشغل، ودعت الأمينة العامة إلى تنظيم وتأطير العمال في القطاع غير المصنف وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع مختلف النقابات وإطلاق حوار اجتماعي لتحقيق مطالب الشغيلة الوطنية. كما أكدت السيدة خديجة مامادو جالو على ضرورة رص الصفوف لفرض انتخابات مهنية تمثيلية حقيقية تعبر عن إرادة الشغيلة الوطنية وتطلعاتها وفق ما تنص عليه قوانين الشغل والاتفاقات الدولية. بناء مستقبل أفضل للشغيلة الوطنية والمحافظة على السلم الاجتماعي أهداف تمحور حولها خطاب اتحاد العمال الموريتانيين وهو يحتفي بالعيد الدولي للشغيلة الوطنية للعام 2017. نظم الاتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا صباح اليوم تظاهرة نقابية بمناسبة العيد الدولي للشغيلة، ويدخل تنظيم هذه التظاهرة في إطار سعي الاتحاد إلى تحقيق مطالب العمال وتحسين ظروف عملهم. معا من أجل تحسين ظروف العمل، تحت هذا الشعار نظم الاتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا هذه التظاهرة تخليدا لليوم الدولي للشغيلة نسخة 2017. الأمين العام للاتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا الدكتور محمد المصطفى والإبراهيم ألقى كلمة حية فيها الحضور ممثلي نقابات الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد، مبينا الهدف من تنظيم هذه التظاهرة الرامية إلى إبراز المشاكل والتحديات التي يواجهها العامل ومدى تجاوب رب العمل مع هذه التحديات وجديته في حلها، مشيرا إلى أن بعض المشاكل العالقة ما زالت قائمة، الأمر الذي سبب تراجعا في أداء العمال وهم يزاولون أعمالهم اليومية. وعلى الرغم من زيادة الانفتاح من قبل قطاع الصحة من خلال فتح الحوار حول العريضة المطلبية، إلا أننا يضيف الأمين العام لن نقبل تحت أي ظرف بالتنازل عن حقوق منتسبينا، كما أننا سنظل متمسكين بحقنا في استئناف كافة الطرق النضالية مهما طال المسار حتى نحقق الأهداف الاستراتيجية للعمال وتحل كافة الملفات المتراكمة لدى الإدارة. من جانبهم تطرق مختلف ممثلي المهن الصحية من نقابات الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين والصيادلة والممرضين والفنيين والقابلات وأساتذة الصحة والبيولوجيين وبعض عمال الشؤون الاجتماعية ونقابات التعليم، تطرقوا إلى الحالة الراهنة للعامل في مجال الصحة مطالبين بمزيد من العناية به، إذ أنه يمارس مهنة الطب النبيلة ويتعرض للأخطار الصحية المتعددة للمرضى. فعاليات تظاهرة الاتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا تميزت كذلك بتكريم وتوشيح بعض مكاتب الاتحاد، كما قدمت دروع لثلاثة رؤساء أقسام من الاتحاد تشجيعا لهم على ما قاموا به من جد ومثابرة أثناء خدمتهم الميدانية. ودائما في إطار تخليد اليوم الدولي للشغيلة، نظم اتحاد الجيل الجديد من عمال موريتانيا مهرجانا في مقره بمقاطعة الإكسار استعرض فيه جملة المطالب التي يرى الاتحاد أنها ضرورية للعمال الموريتانيين. وثمن المنخرطون في هذا الاتحاد ما تحقق من إنجازات تختم الموظفين بشكل عام.
اتحاد الجيل الجديد من عمال موريتانيا خلد عيد الشغيلة الوطنية بمهرجان خطابي دعا له إلى مقره في مقاطعة الإقصر عدد من ممثليه في مختلف المؤسسات الوطنية العمومية والخصوصية. وخلال هذا المهرجان تعاقب عدد من المتحدثين باسم العمال على منصة الخطابة، حيث هنأوا بمناسبة العيد الدولي للشغل العمال الموريتانيين كافة والمنخرطين في اتحاد الجيل الجديد خاصة على المكتسبات التي تحققت للموظف الموريتاني في الفترة الأخيرة. وقدموا جملة من المطالب تدعو إلى إجراء انتخابات مهنية تتفق على آلياتها أغلب المركزيات النقابية دون تمييز أو إقصاء، وإلى تسريع المفاوضات الجماعية التي بدأت في منتصف العام 2016 الماضي. الأمين العام لاتحاد الجيل الجديد من عمال موريتانيا السيد محمد والعلي البواه تحدث عن أهمية هذا اليوم بالنسبة للعمال وما يحمله من دلالات تجسد إرادة الإنسان وترجم معاني تضحيات الجسام التي يقدمها الموظف خدمة لوطنه. واستعرض جملة من النقاط قال إنها إنجازات تذكر فتشكر لرئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز، تمثلت أساسا في الزيادات المتكررة لرواتب العمال واستحداث علاوات جديدة لبعض العمال وتعميم أخرى. وثمن السيد محمد العلي البواه الخطوات الجبارة التي قطعتها بلادنا في طريقها إلى مراجعة كل التشريعات المتعلقة بتحسين وتحيين مدونة قانون الشغل، داعيا القطاع الوصي إلى تلبية المطالب المقدمة من طرف الفريق العمالي المتفاني في الدفاع عن حقوق العمال الموريتانيين. وعبر عن سعي الاتحاد إلى إدماج القطاع غير المصنف في قانون الشغل وما يترتب على تطبيقه من حقوق وواجبات، يتعلق الأمر بعمال الصيد التقليدي والمزارعين وأصحاب الورشات الخاصة حتى يكون القانون شاملا وعاما يستفيد منه كل عامل أيا كان وحيثما كان. في قلب العاصمة نظم الاتحاد العام لعمال موريتانيا تجمعا نقابيا بمناسبة العيد الدولي للشغل، وقد حضر هذا التجمع مختلف أقسام ومكاتب وهيئات وفروع هذه النقابة للاستماع إلى العارضة المطلبية المقدمة للحكومة. وقد ركزت الدعوات خلال هذا اللقاء على ضرورة صيانة حقوق العمال وحمايتهم. هنا في الساحة العمومية المحاذية لملتقى طرق BMD تنادى منتسب الاتحاد العام للعمال الموريتانيين لحجز أماكنهم في التجمع المنظم بمناسبة اليوم العالمي للشغل. وخلال هذا اللقاء استعرض السيد سيد أحمد والأحمد باسم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الموريتانيين أهداف هذا اليوم الذي يشكل الفرصة السانحة لجميع العمال للتعبير عن آرائهم حول ما يجري في الساحة العامة وحقوق العمال والمواطنين. وقال إن الأوضاع الاقتصادية السائدة والتدهور الكبير في القدرة الشرائية للعمال يفرض اليوم أكثر من أي وقت مضى لفتة حازمة من الدولة. وبخصوص سوق العمل قال ممثل الأمين العام للاتحاد العام لعمال موريتانيا إن الشركات الدولية التي اكتظت بها هذه السوق ووسطائها المحليين أصبحوا يشكلون اليوم خطرا على العمالة الوطنية التي أصبحت مهددة ومضايقة. وطالب الحكومة بانتهاج سياسة أكثر مرونة في التعامل الإداري مع مندوبي العمال من أجل تحقيق علاقات عمل يطبعها الوئام والتفاهم بما يضمن حقوق العمال وحقوق العمل وإنتاجية أفضل وصيانة للوازم. وأكد المتدخلون أن هذه المطالب وغيرها من القضايا الجوهرية قدمتها النقابة في أكثر من مناسبة، لكن ظل نصيبها دائما التجاهل والنسيان وعدم الجدية في التعاطي معها، مؤكدين على ضرورة العمل الفوري على تحقيقها لخلق الأجواء المواتية للعمل والعيش الكريم. كما خلدت الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا صباح اليوم العيد الدولي للعمال بتنظيم مهرجان خطابي في الساحة الواقعة قرب مباني الجمعية الوطنية، أبرز خلاله المتدخلون المطالب الأساسية لشغيلة الوطنية والحلول المقترحة للتحديات المطروحة أمام تنفيذها. فاتح مايو موعد يتجدد كل عام ويحمل في طياته آمال وطموحات الشغيلة الوطنية لتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل من خلال الوقوف على التحديات التي تعيق تلك التطلعات. الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا اختارت تخليد هذا اليوم بتنظيم مسيرة راجلة حملت خلالها المنسقيات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية شعارات تعبر عن مطالب العمال المتمثلة في رفع الحد الأدنى وتوفير الحماية الاجتماعية والضمان الصحي والحد من الفصل التعسفي الجماعي وخفض نسبة البطالة
إضافة إلى تحسين الوضع المعيشي للعمال حتى تناسب قدرتهم الشرائية، ارتفاع الأسعار الملحوظ والارتقاء بإجراءات التوظيف والاكتتاب في جميع المجالات والعمل من مبدأ تكافؤ الفرص. وانتهت هذه المسيرة بمهرجان للكونفدرالية. أوضح خلاله الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا السيد ساموري والبي اهتمام هيئته بانشغالات العمال اليوم ومناهضة الظلم والتشبث بقيم العدالة والمساواة والدفاع عن الحقوق والحريات. كما ندد الأمين العام بحملات التسريح الجماعي للعمال وانتهاك النظم والقوانين والتعدي على الحريات النقابية وحقوق الإنسان، وطالب السلطات العمومية بالعمل على انتشاء العمالة من الأوضاع المعيشية المتدهورة برفع الأجور والعلاوات وضمان حق جميع العمال في الحماية الاجتماعية طبقا لتوصيات منظمة العمل الدولية وتوفير خدمات عامة عالية الجودة. ودعا كذلك جميع مناضلي ومنتسبي الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا إلى المشاركة الفاعلة في حملة التحسيس حول الانتخابات الاجتماعية المحددة للتمثيلية النقابية واعتماد الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد في تدبير الشأن العام وتسيير الثروات الوطنية. خلدت الكونفدرالية الوطنية لشغيلة موريتانيا اليوم فاتحة مايو العيد الدولي للعمال بعدد من الفعاليات توجت بمهرجان بقاعة العروض بدار الشباب القديمة. احتفاء بالعيد الدولي للشغل انطلقت من أمام بناية فاركو المسيرة الراجلة للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية وسط شعارات رفعها المنضوون تحت راية الكونفدرالية وهتافات مطالبة بتفعيل المفاوضات الجماعية لحل مشاكل العمال قبل أن تنتهي المسيرة بمهرجان بدار الشباب القديمة. الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية السيد محمد أحمد السالك قال في كلمته بالمناسبة إن البلد شهد خلال السنوات الأخيرة نشاطا محموما لشركات التنقيب واستغلال مناجم النحاس والذهب في أكجوجت وتازيازت بالإضافة إلى مناجم الحديد في الشمال، جعل الاقتصاد الوطني معتمدا بصورة أساسية على القطاع المعدني نظرا لما تتوفر عليه البلاد من موارد معدنية هائلة، غير أنه يستغل من طرف شركات أجنبية طبقا لاتفاقيات مشحفة مما جعل العائدات لا تتناسب وحجم الاستغلال، وهو ما يحتم مراجعة تلك الاتفاقيات بما يتيح استفادة حقيقية، يقول الأمين العام. وأضاف أن قطاع الخدمات يلعب دورا بارزا في استقطاب اليد العاملة غير أنه يعاني من مشاكل جمة كغيره من القطاعات حسب وصفه. وتضمنت العريضة المطلبية للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية فتح مفاوضات جماعية جادة وإنشاء إطار دائم للتشاور ومراجعة الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب وتوفير الضمان الاجتماعي ومراجعة مخصصات المعاشات والعلاوات العائلية والتأمين ضد البطالة ومراجعة نظام الصندوق الوطني للتأمين الصحي واتخاذ تدابير مستدامة لملائمة أسعار المواد الأساسية مع القدرة الشرائية للفئات الدنيا والمتوسطة. وطالبت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية في عريضتها بمراجعة مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية والنصوص المطبقة له والاتفاقيات الجماعية ومراجعة المرسوم 082/2016 ووضع سياسة سكنية اجتماعية عمالية. كما خلدت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا اليوم العيد الدولي للشغيلة بمهرجان خطابي طالبت فيه بالبدء في إجراء مفاوضات جادة مع نقابات تمكن من توفير جميع الحقوق للعمال وتحسين ظروفهم المعيشية. انطلقت مسيرة العمال المنضوين تحت لواء الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا من أمام المستشفى الوطني، حيث رفع المشاركون لافتات ورددوا شعارات تطالب بإنصاف العمال وزيادة الأجور وفتح مفاوضات لتلبية المطالب العالقة. المسيرة الراجلة جابت الطرقات المؤدية إلى تقاطع العيادة المجمعة قبل أن تنعطف باتجاه الساحة الواقعة قرب مجمع المدارس بنواكشوط. هنا اختتمت المسيرة بتنظيم مهرجان خطابي تبادل خلاله ممثل العمال الكلام مطالبين بفتح مفاوضات جادة ومسؤولة من أجل تسوية كافة المطالب المتعلقة بهم وفي طليعتها زيادة الأجور وتنفيذ التعهدات والاتفاقيات التي سبق التوقيع عليها بين العمال ومشغليهم. وانتقد عدد من ممثلي العمال ما أسموه بطء إجراءات التحسين من مستويات اليد العاملة في البلاد
الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا السيد عبد الله المحمد الملقب بالنهاه أكد في كلمة أمام عدد من منتسبي كونفدراليته أن العمال مصممون على المضي قدما في النضال من أجل نيل حقوقهم، مشيرا إلى أن الجهات المعنية مطالبة بفتح مفاوضات جدية لحلحلة عدد من المشاكل التي أصبحت مزمنة وطال الأمد في انتظار حلها. وتمنى كثير من هؤلاء العمال أن لا تحل ذكرى المقبلة للعيد الدولي للشغيلة إلا وقد تمت تلبية المطالب العمالية. نظمت النقابة الوطنية لعمال التجمعات المحلية كذلك صباح اليوم مسيرة راجلة إحياء للفاتح من مايو العيد الدولي للشغل، وقد تم خلال هذه المسيرة التي انتهت بمهرجان رفع مطالب منتسبي هذه النقابة وحث المشاركين في هذا الاحتفال على ضرورة النضال من أجل انتزاع الحقوق. الفاتح مايو العيد الدولي للشغل اختارت له النقابة الوطنية لعمال التجمعات المحلية أن يكون فرصة لتجديد مطالبها بزيادة الأجور والحصول على التأمين الصحي. النقابة الوطنية لعمال التجمعات المحلية نظمت مسيرة راجلة إحياء للفاتح من مايو سالكة الطريق الرابط بين إعدادية البنين بالعاصمة وملتقى الطرق المحاذي للجمعية الوطنية. رفعت خلالها اللافتات المعبرة عن مطالب عمال البلديات والتي تسعى النقابة إلى الحصول عليها عبر نضالها المستمر. المسيرة الراجلة لعمال النقابة الوطنية لعمال التجمعات المحلية انتهت بتجمع قبالة المقر المركزي لمجموعة واكشوب الحضرية، حيث تناول الكلام الأمين العام للنقابة السيد بن نوغ الأحمد بنان الذي نوه بحضور المشاركين في هذا الاحتفال، داعيا إلى ضرورة الإسراع بتطبيق القوانين الصادرة لصالح عمال البلديات منذ 1993 و1900، خاصة منها تلك المتعلقة بنظام التأمين الصحي. مهرجان النقابة الوطنية لعمال التجمعات المحلية والذي اختير له شعار معا من أجل نظام خاص بعمال التجمعات المحلية حضره العديد من منتسبي النقابة، وتم فيه التأكيد على أهمية تلبية مطالب النقابة والتي يشكل الفاتح من مايو بالنسبة للقائمين على هذه النقابة فرصة للتذكير بها والسعي الجاد لتلبية كافة الحقوق. الاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا خلد اليوم العيد الدولي للشغيلة الوطنية تحت الشعار بالنضال والحوار تتحقق المطالب. ونظم الاتحاد العام بالمناسبة مهرجانا في مقره حث فيه على ضرورة العناية بالعامل بوصفه أداة للتنمية الشاملة. بالنضال والحوار تتحقق المطالب شعار اختاره الاتحاد العام للنقابات المهنية بموريتانيا لتخليد اليوم العالمي للشغيلة الذي يصادف فاتح مايو من كل عام. الموازنة بين أسعار المواد الأساسية ومستوى الأجور والاستفادة من القطع الأرضية أبرز الشعارات التي تم رفعها خلال التظاهرة التي نظمها الاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا بمقره. الأمين العام للاتحاد السيد عبد الله صالح محمد لقمان ذكر في كلمته بالوضعية العامة للعمال اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا وحاجة الموظف والعامل إلى التحسين من ظروفه المادية والمعنوية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة في البلد. كما دعا الأمين العام للنقابات المهنية في موريتانيا إلى فتح مفاوضات ثلاثية وحوار بناء بين الشركاء الاجتماعيين لتطوير وتحسين ظروف العامة للشغيلة. مداخلات الحضور تناولت عدة مطالب من بينها إصدار نظام الأسلاك المتعلق بالموظفين وإصلاح نظام التأمين الصحي ليشمل الأبوين وتطبيق التمثيلية النقابية بشكل متزامن بين القطاعين العام والخاص. كما طالب البعض برفع الرواتب والأجور بالإضافة إلى سن قوانين تلزم الشركات المستثمرة في مجال المعادن والصيد البحري بإنشاء مراكز لتكوين العمال وتأطيرهم وتخصيص علاوات معتبرة للعامل مقابل المخاطر التي يتعرض لها أثناء العمل، والتعجيل بإنهاء الحوار الاجتماعي الجاري منذ فترة وذلك بالموافقة على العريضة المطلبية المقدمة من طرف فريق العمال المفاوض. لتبقى هذه المناسبة فرصة سنوية تسعى الشغيلة من خلالها إلى التذكير بوضعيتها والمطالبة بتحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية.
وخلد اتحاد تجديد عمال موريتانيا اليوم العيد الدولي للشغل وسط حضور منتسبي وأطر النقابة. قد تميز تخليد هذا اليوم باستعراض أبرز المطالب النقابية والدعوة إلى إعادة النظر في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمال. اختارت نقابة اتحاد تجديد عمال موريتانيا أن تخلد اليوم العالمي للشغيلة بهذا التجمع الذي التأم وسط العاصمة قرب دار الثقافة والذي حضره منتسبو وأطر ومسؤولو النقابة. وخلال هذا التجمع تناول الكلام الأمين العام لاتحاد تجديد عمال موريتانيا السيد سيدي محمد المولاي، وأكد أن هذا اليوم يمثل حدثا بارزا لاستعراض مسيرة العمل النقابي وأبرز التحديات التي تواجهه. وأضاف أن العارضة المطلبية لاتحاد تجديد عمال موريتانيا لهذا العام جاءت مواكبة ومنسجمة مع تطلعات الشغيلة الوطنية لغد أفضل ينعم فيه الجميع بالكرامة والتمتع بكافة الحقوق. وطالب الأمين العام بالإسراع في إجراء انتخابات مهنية تتفق على آليتها جميع المركزيات النقابية الموجودة في البلد بدون إقصاء وتمييز، وتوفير ميزانية لهذه الانتخابات على غرار ما جرى في بعض البلدان المجاورة، والإسراع بإنهاء الحوار الاجتماعي وإنشاء المجلس الوطني للحوار. وفيما يخص الأجور ودعم القدرة الشرائية للعمال، أكد الأمين العام على ضرورة إعادة تقييم للحد الأدنى للأجور وزيادتها 100% بالنسبة لجميع العمال في القطاعين العام والخاص حتى يتسنى للعامل مجابهة تحديات الظروف الاقتصادية وغلاء الأسعار والانهيار المتواصل للقدرة الشرائية. وفيما يتعلق بالتشغيل، قال الأمين العام لاتحاد تجديد عمال موريتانيا إنه آن الأوان لوضع دليل لحملة الشهادات العاطلين عن العمل يتم الاعتماد عليه في اكتتاب العمال في القطاعين العام والخاص ووضع سياسة تكوين مهني تلائم متطلبات سوق العمل. وفي مجال الإسكان، طالب الأمين العام بوضع سياسة للسكن الاجتماعي تتيح لكل العمال الحصول على سكن خاص. نظم اتحاد النقابات الحرة في موريتانيا اليوم مؤتمرا صحفيا بمناسبة تخليد العيد الدولي للشغيلة الذي يصادف فاتح مايو من كل عام. دعا الاتحاد إلى التجاوب مع تطلعات الشغيلة ومواصلة الحوار بوصفه أهم عامل لتوفير الأمن والسلم الاجتماعيين الذين يعتبران هدف وسيلة كل تنمية مستديمة. تميز تخليد الفاتح من مايو العيد الدولي للشغل على مستوى اتحاد النقابات الحرة في موريتانيا بعقد لقاء بمقر الاتحاد، وذلك بحضور العديد من منتسبي النقابة ومناصرها. وقد خصص هذا اللقاء لقراءة العريضة المطلبية من طرف الأمين العام لاتحاد النقابات الحرة في موريتانيا السيد المختار كان. وقد تضمنت العريضة المطلبية مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب بنسبة 100% وتقوية العمالة الوطنية ومراجعة مدونة الشغل والاتفاقية الجماعية القطاعية. العريضة كذلك طالبت بمراجعة الاتفاقية البحرية والقانون المنشئ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصادر سنة 67 و900 ألف، وكذا نظام التأمين الصحي والنظام الأساسي لموظفي ووكلاء الدولة. كما طالب اتحاد النقابات الحرة في موريتانيا بالتطبيق العاجل لمقتضيات المرسوم 008 الصادر سنة 2008 والمتعلق بزيادة 60% لفائدة المتقاعدين، وخلق إطار تشاوري دائم بين أطراف الإنتاج ومواصلة الحوار الثلاثي. الأمين العام لاتحاد النقابات الحرة في موريتانيا أكد كذلك على ضرورة مراجعة الأمور المتعلقة بالعلاوات من رفع بعضها واستحداث البعض الآخر وصرفه مع الرواتب بانتظام. مطالب متنوعة ومتشعبة يسعى القائمون على هذا الاتحاد إلى تلبيتها خدمة للشغيلة الوطنية وضمانا لازدهار ورقي الوطن. خلدت الكونفدرالية المستقلة لعمال موريتانيا اليوم العيد الدولي للعمال بتنظيم مهرجان خطابي أبرزت خلاله مطالبها الأساسية ونظرتها لحلول مختلف مشاكل العمال. الكونفدرالية المستقلة لعمال موريتانيا أحيت هذا اليوم في ساحة عمومية وسط المدينة حيث تجمهر منتسبوها تحت خيمة حاملين شعارات تطالب بتنظيم عاجل للمركزيات النقابية عن طريق انتخابات تشارك فيها كل التكتلات والهيئات النقابية دون استثناء.
وتقدمت الكونفدرالية المستقلة لعمال موريتانيا بعريضة مطلبية دعت إلى مراجعة مدونة الشغل وإلى تحيين الاتفاقية الجماعية الموقعة في شهر فبراير 1974. واستمنت العريضة أيضا المطالبة بسن قوانين جديدة تنظم التعويضات والتشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي. الأمين العام للكونفدرالية المستقلة لعمال موريتانيا السيد محمد الأحمد زايد عبر عن استعداد هيئته النقابية للعمل جنبا إلى جنب مع جميع الفاعلين الوطنيين والنقابات العمالية والتنسيق معهم حول ما يخدم تحسين الظروف المعيشية للعمال ويجعلهم قادرين على مواجهة كل التحديات، وطالب بمرتنة اليد العاملة الوطنية بالعمل على تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لموظفي الدولة بشكل عام وللمتقاعدين على وجه الخصوص. وشدد مطالبة الكونفدرالية المستقلة لعمال موريتانيا بإجراء انتخابات مهنية تتفق على آلياتها معظم المركزيات النقابية الموجودة في البلد مع توفير ميزانية لهذه الانتخابات. وبخصوص ترقية العمل النقابي في بلادنا دعت الكونفدرالية المستقلة لعمال موريتانيا إلى مراجعة نظام التصريح المعمول به حاليا من أجل تسهيل الممارسة النقابية وإعطاء العمال حصة في الغرف البرلمانية وزيادة الدعم المالي المقدم من الدولة للمركزيات النقابية والعمل معا لضمان خدمتها النقابية. كما خلدت الكونفدرالية الموريتانية لشغيلة اليوم العيد الدولي للعمال بتنظيم مسيرة انتهت بمهرجان خطابي وزعت خلاله عريضتها المطلبية التي تضم من بين أمور أخرى إعادة النظر في تقييم العلامة القياسية لموظفي ومتقاعدي الدولة وتوحيد أسعار المواد الغذائية الأساسية والضرورية على امتداد التراب الوطني. الكونفدرالية الموريتانية للشغيلة استهلت نشاطها المخلدة للعيد الدولي للعمال بمسيرة انطلقت من الساحة الواقعة أمام دار الشباب الجديدة مرورا بشارع جمال عبد الناصر حيث انتهت بمهرجان خطابي في الساحة الواقعة أمام مصرف شنقيطة. وطلب الأمين العام للكونفدرالية الموريتانية للشغيلة الدكتور محمد اليرقة في كلمة له خلال المهرجان كافة المركزيات والمنسقيات النقابية باستحداث هيئة للتشاور بغية تفعيل الحوار بينها حول مختلف القضايا المتعلقة بالعمال. وأضاف أن تخليد اليوم الدولي للعمال يشكل فرصة لعرض هموم وانشغالات ومطالب مختلف النقابات وإسماع صوتها عاليا مطالبا بمواصلة الحوار الاجتماعي الذي تعلق عليه آبال الكبيرة في حل المطالب العمالية المطروحة. وطالبت الكونفدرالية في عريضتها المطلبية بإعادة النظر في تقييم العلامة القياسية لموظفي ومتقاعدي الدولة وتوحيد أسعار المواد الغذائية الأساسية والضرورية على امتداد التراب الوطني ووضع برنامج شامل للتشغيل. كما طالبت العريضة بتخفيض أسعار الأدوية والبذور والعمل على ولوج كافة المواطنين إلى التأمين الصحي ووضع خطة عملية لمرتنة اليد العاملة في مجال الصيد التقليدي والشاطئي والصناعي. وبمناسبة العيد الدولي للشغيلة كذلك خلد الاتحاد الوطني للعمال الموريتانيين اليوم هذه المناسبة بمهرجان خطابي طلبوا فيه العمال بلعب دورهم الإيجابي في تنمية البلد داعين إلى تضافر جهود الجميع في جو من التفاهم وروح الإخاء والسلم. نعم لتمثيلية نقابية متفق عليها من طرف جميع المركزيات النقابية في البلد شعار خلد تحت يافطته الاتحاد الوطني للعمال الموريتانيين اليوم الدولي للشغيلة المصادف لفاتح مايو من كل عام. الاتحاد نظم مهرجانا أمام مقره الرئيسي بولاية نواكشوط العربية رفع خلاله العمال شعارات تطالب بتحسين الظروف العامة للشغيلة. الأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الموريتانيين سيد محمد الشيخ الجيد قال في كلمته بالمناسبة إن اتحادهم عمل خلال السنة الماضية على توسيع قواعد الانتساب وأخاض العديد من الانتخابات العمالية وحظي بمناديب وممثلين في هيئات وإدارات ومؤسسات مهمة، كما ظل يدافع ويرفع قضايا العمال أمام المحاكم والمعنيين بالأمر. وقد تمكن يقول الأمين العام بفضل الله وعونه من إرجاع بعض الحقوق لأصحابها، كما شارك في العديد من الورشات والملتقيات والندوات داخل وخارج البلد. وقد تضمنت العريضة المطلبية للاتحاد الوطني للعمال الموريتانيين زيادة الرواتب وحل مشكلة الجورنالية وفتح الحوار مع النقابات ومراجعة الاتفاقيات الجماعية للصيد البحري وتعميم التأمين الصحي وصرف زيادة 50% لجميع المستحقين
ومنح جميع العمال فرص الاستفادة من التكوين الدائم ومراجعة قوانين الاكتتاب في المؤسسات، ورفع سقف سن الترشح إلى 50 سنة بدل 40، وخلق 30,000 فرصة عمل لامتصاص البطالة وإشراك العمال في كل حوار وطني قادم وتمثيلهم بإنصاف، بالإضافة إلى وضع سياسة سكنية تتيح لكل عامل سكنا لائقا أثناء العمل وبعد التقاعد، والإسراع في دمج العمال غير الدائمين. وجاء كذلك في العريضة المطلبية للاتحاد الوطني للعمال الموريتانيين زيادة رفع تعويضات المتقاعدين والتكفل بالأرامل والوالدين في نظام الضمان الاجتماعي وإشراك العمال في سياسات الشغل والتشغيل والتكوين والتربية والتعليم. خلدت النقابة المهنية للحمارة الموريتانيين اليوم العيد الدولي للشغيلة، ونظمت النقابة بهذه المناسبة مسيرة انتهت بمهرجان خطابي عند الإعدادية رقم 1 بمقاطعة الميناء. من الساحة المجاورة للمركز الصحي بمقاطعة الميناء بدأت هذه المسيرة الراجلة التي نظمتها النقابة المهنية للحمالة الموريتانيين مشاركة منها في تخليد اليوم الدولي للشغل نسخة 2017. المسيرة التي جابت بعض الشوارع الرئيسية في مقاطعة الميناء رفعت شعارات تطالب بتحسين ظروف العمال وتهيئة الأماكن المناسبة من أجل تقديم خدمة أفضل. وقد اختتمت هذه المسيرة بكلمة ألقاها الأمين العام للنقابة المهنية للحمالة الموريتانيين السيد الطالب المربى، هنأ فيها الشغيلة الوطنية على حلول هذه الذكرى التي تشكل فرصة للعمال يبين من خلالها مشاكلهم المطروحة. وطالب الأمين العام الدولة بمزيد من العناية للحمالة باعتبارهم من يوصلون البضائع إلى المتاجر وحاويات البضائع في الموانئ والمطارات، وطالب في هذا الإطار بتحسين ظروف الحمالة خاصة في الميناء، مذكرا بالصعوبات التي يواجهونها أثناء حمل البضائع، تلك الصعوبات التي تتطلب حلا سريعا يساعد في تسريع الخدمة وإيصال البضائع في الوقت المناسب. كما تعاقب على منصة الخطابة في هذا الحفل ممثل الأقسام والهيئات التابعة للنقابة المهنية للحمالة الموريتانيين، فيجمعوا على ضرورة العناية بالعامل باعتباره الساعد الذي يبني الوطن، مؤكدين أهمية الدور الذي يقوم به الحمال، الأمر الذي يتطلب من الدولة المزيد من العناية به أكثر. نقابة الصحفيين الموريتانيين خلدت اليوم بمقرها العيد الدولي للعمال تحت الشعار تحسين ظروف العمال دعامة التنمية. تحت الشعار تحسين ظروف العمال دعامة للتنمية، خلدت نقابة الصحفيين الموريتانيين بمقرها بنواكشوط العيد الدولي للعمال. وأوضح نقيب الصحفيين الموريتانيين السيد أحمد سالم والمختار السالم خلال الاجتماع بمقر النقابة أن هذا العيد يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للشغيلة، وأن اختيار النقابة لهذا الشعار لم يكن وليد الصدفة. وطالب السيد أحمد سالم والمختار السالم بتوفير تقاعد كريم للعمال، وباكتتاب المتعاونين في الإعلام بشقه العمومي والخصوصي، وبتسديد مستحقات الإعلام العمومي، مشيرا إلى ضرورة إعطاء عمال الإعلام عناية كبيرة حتى يتمتعوا بحياة كريمة. وتمنى نقيب الصحفيين الموريتانيين للشغيلة الوطنية التطور والازدهار في ظل احترام عام للمهنة الصحفية التي لا غنى عنها للنظم الديمقراطية. وما زلنا في إطار تخليد العيد الدولي للعمال، حيث نظم الاتحاد الموريتاني للشغل اليوم مسيرة راجلة تحت الشعار معا لخلق وحدة نقابية قادرة على خدمة مصلحة العمال وانتزاع حقوقهم المشروعة. تحت شعار معا لخلق وحدة نقابية قادرة على خدمة مصلحة العمال وانتزاع حقوقهم المشروعة، خلد الاتحاد الموريتاني للشغل العيد الدولي للعمال. ودعا الأمين العام للاتحاد الموريتاني للشغل السيد محمد الأمين واللبي ومحمد سيدي إلى ضرورة التسلح بالعلم والمعرفة والإرادة القوية مع صدق النوايا وتكاثف الجهود لتحقيق الهدف المنشود. وأشاد الأمين العام بما تحقق من إنجازات على جميع الأصعدة، وخاصة ما يتعلق بالعمال في الميناء عبر الاتفاق الموقع بين المركزيات النقابية من جهة وأرباب العمل والحكومة من جهة أخرى، مطالبا بالعمل على تخفيض أسعار المواد الغذائية والماء والكهرباء
ومراجعة مخصصات التقاعد في القطاعين العام والخاص ومراجعة الاستراتيجية الاقتصادية وذلك بإشراك النقابيين فيها حتى تتعزز ببعد اجتماعي يأخذ في الاعتبار مراجعة السياسات التشغيل والقوانين والنظم المتعلقة بالشغل وإعادة الاعتبار لنظام الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والعمل على الرفع من مستوى القدرة الشرائية للعمال. وعلى مستوى عاصمتنا الاقتصادية خلدت الشغيلة الوطنية العيد الدولي للعمال الذي يصادف فاتح مايو بتنظيم مسيرات نشابت الشوارع الرئيسية بالمدينة رافعة عدة شعارات تدعو إلى تحسين وضعية العمال المادية والمهنية. في يوم عيد العمال الذي يصادف فاتح مايو من كل سنة خرجت النقابات والمركزيات العمالية بمدينة واديبو منفردة ومجتمعة للاحتفاء بهذه المحطة النضالية، مناسبة تشكل فرصة كل عام لتسليط الضوء على وضعية الشغيلة وتقييم أوضاعها المهنية والمادية. مسيرات جابت الشوارع الرئيسية بالمدينة الساحلية رافعة عدة شعارات تتعلق بترقية وضعية الشغيلة والتحسين من ظروفها سبيلا لرفع كافة التحديات والعقبات التي تحول دون تحقيق طموحات العمال النضالية المشروعة. مظاهر مختلفة خلال هذه المناسبة تعكس مغزى التوحد والانعتاق وخلق مرتكزات تنظيمية عمالية ونقابية تعمل على تحقيق مطالب عمالية عادلة. المطالب العمالية على مستوى داخلة واديبو تصدرها تحسين ظروف عمال المعادن فضلا عن المطالبة بفتح مفاوضات جماعية مع مختلف النقابات وكذا التأكيد على زيادة الأجور ومراجعة قوانين الشغل خاصة فيما يتعلق بالمدونة البحرية التجارية الجديدة. وقد توجت هذه التظاهرات العمالية بتسليم العرائض المطلبية للسلطات الإدارية المحلية في ظل جو تطبعه المسؤولية والانضباط. وهكذا يجسد فاتح مايو العيد الدولي للشغيلة ذكرى الكثير من التضحيات لمكتسبات الحركة النقابية الوطنية في سبيل المحافظة على حقوق العمال وتعزيزها في مجال الحرية النقابية وكرامة العامل خاصة على مستوى العاصمة الاقتصادية نواديبو. وإلى ولاية تير الزمور حيث نظمت 10 مركزيات نقابية في مدينة زويرات مسيرة عمالية جابت الشارع الرئيسي للمدينة وانتهت بمهرجان عمالي طالب فيه النقابيون بتحسين ظروف عمال المدينة المنجمية. قطاع المنجمي بمدينة زويرات مسيرة عمالية موحدة شاركت فيها 10 مركزيات نقابية، الاتحاد العمال الموريتانيين والكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا والكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا والكونفدرالية الوطنية للشغيلة المنجمية والكونفدرالية الموريتانية للعمال والاتحاد العام للنقابات المهنية الموريتانية والكونفدرالية المركزية لعمال موريتانيا واتحاد الجيل الجديد لعمال موريتانيا واتحاد النقابات الحرة لعمال موريتانيا والاتحاد المستقل لعمال موريتانيا. وعلى طول المسيرة التي انطلقت من حي أمكة العمالي في اتجاه المنصة الرسمية مرورا بالشارع الرئيسي للمدينة حمل العمال النافتات التي تحمل أهم مطالب الشغيلة في مدينة زويرات وما يتوقون إليه من تطلعات في المستقبل. انتهت المسيرة بمهرجان عمالي هنأ فيه والي تير زمور السيد سلم والسيدي العمال وأسرهم بهذه المناسبة مبرزا أهمية خلق جو من التفاهم بين العمال وأرباب العمل لوصف ذلك السبيل الأمثل للمحافظة على مصلحة الطرفين وخلق جو من التفاهم خدمة لمصلحة البلد. فيما أبرز الناطقون باسم المسيرة أهم ما يؤرق الشغيلة المنجمية في مدينة زويرات مستعرضين الوضعية التي يعيشها العامل المنجمي في المدينة. وهنا بنواكشوط أشرفت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة مساء أمس على افتتاح المعرض الجزائري للمنتوجات، ويشارك في هذا المعرض الذي يستمر لغاية 6 مايو 2017 أكثر من 120 مؤسسة جزائرية ما بين عارضة ومشاركة. تشارك في معرض المنتوجات الجزائرية في نواكشوط عشرات المؤسسات وشركات تمثل مختلف القطاعات الصناعية خصوصا صناعة المواد الغذائية والكيميائية والصيدلانية والصناعات الكهرومائية إضافة إلى التجهيزات المنزلية والمنتجات التقليدية والصناعات الثقيلة.
وزيرة التجارة والصناعة والسياحة رفقة وفد من قطاعها والسفير الجزائري في نواكشوط تجولت في مختلف أجنحة المعرض وتلقت شروحا من القائمين على الأجنحة قدموا خلالها عروضا عن منتجاتهم وما يميزها عن غيرها من الصناعات وأبدت ملاحظاتها حول المعرض. هو المعرض بهذا الحجم خارج الجزائر وهذا واضح خطوة إيجابية واضحة خصوصا بعد الجلسة الأخيرة للجنة المشتركة الموريتانية الجزائرية اللي التأمت في الجزائر. من ضمن اللي يدون في الجلسة الختامية في المحضر بأنه خطوات ملموسة سيقام بها من طرف الجهتين، وهذه أول خطوة خارج الجزائر كما قلت نعاودها بأنها خطوة جبارة ومهمة. سيتعرف المواطن الموريتاني من خلالها على المنتوج الجزائري. حقيقة تفاجأنا مفاجأة سارة بأن الصناعة الجزائرية توصلت لهذا الكم الهائل بالجودة العالية. إن شاء الله أيضا ستكون فرصة للمستثمرين والمنتجين الصناعيين المصنعين الجزائريين لدخول السوق الغرب إفريقي عبر البوابة الموريتانية. ويسعى معرض المنتجات الجزائرية في نواكشوط إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين موريتانيا والجزائر عن طريق التبادل التجاري بين المؤسسات ورجال الأعمال في البلدين الشقيقين. جت يعني درنا معرض هنا في نواكشوط أول خطرة الجزائر تتنقل يعني بواحد وسبعين شركة في بلاد في إفريقيا وهي نواكشوط. الرغبة تاعنا هي في موريتانيا أولا ندعم يعني العلاقات التجارية ما بين البلدين اللي حد يعني حاليا ما تزوج يعني ما في ماشي فايت الجبلين تاع الدولارات. الرغبة تاعنا باش نديروا علاقات مع الإخوان الموريتانيين رجال الأعمال، وتاني نقووا يعني التبادلات يعني التجارية. ممثلو الشركات المشاركة في المعرض عبروا عن سعادتهم بالمجيء إلى موريتانيا للتعريف بمنتجاتهم وإقناع الزبون الموريتاني بها، مؤكدين أن المعرض سيساهم في زيادة حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين. أنشطة المعرض ستستمر على مدى أسبوع كامل، ظل خلاله المعرض مفتوحا أمام المتعاملين الاقتصاديين والزوار العاديين. وإلى ولاية الحوض الغربي، حيث أشرف المدير العام للوكالة الوطنية التضامن لمحاربة مخلفات الرق وللدمج ولمحاربة الفقر اليوم على تدشين شبكة مياه بقرية شحافية التابعة لبلدية قيعت التيدومة في مقاطعة تمشقط. قرية الشحافية التابعة لبلدية قيعت التيدومة بمقاطعة تمشقط في ولاية الحوض الغربي شكلت المحطة الأولى من الزيارة التي يقوم بها المدير العام للوكالة الوطنية التضامن لمحاربة مخلفات الرق والدمج ولمحاربة الفقر الأستاذ حمدي المحجوب، حيث أشرف السيد المدير رفقة والي ولاية الحوض الغربي مولاي إبراهيم والمولاي إبراهيم على تدشين شبكة مائية مكتملة ضمن الجهود المتواصلة للوكالة على مستوى الوطن لتوفير الخدمات الأساسية للمواطن، ويبلغ ارتفاع هذه الشبكة المائية 10 أمتار في حين يصل سعة الخزان إلى 30 متر مكعب، بينما تبلغ طاقة المدخة 7 متر مكعب للساعة. وتعمل هذه الشبكة الجديدة بطاقة شمسية وتتوفر على حنفيات عمومية. المحطة الثانية من هذه الزيارة كانت لقرية المليحس التابعة لبلدية دويرارة بمقاطعة العيون، حيث أشرف المدير العام للوكالة الوطنية التضامن على تدشين مدرسة ابتدائية جديدة مجهزة بكافة اللوازم المدرسية، ويبلغ عدد تلاميذ هذه المدرسة 354 تلميذا. واطلع السيد المدير خلال زيارة هذه على الدور الذي تلعبه هذه المؤسسة في مجال دعم العملية التربوية في المنطقة، مؤكدا أن الدولة ستواصل هذه الجهود لما يلعبه التعليم من دور محوري في العملية التنموية. هاي المدرسة كنتم غرك كنتم المسؤولين عنها الى ان شاء الله صلحت لكم اللي ندوروا كاملين صالحين انتم وتعاون مع الإدارة عين لي إدارة المدرسة والمعلمين، وانا بعد متأكد عنكم انتم لا يتعدل من حالة تصلح. وانا اخترت نقول لكم عني باطل بيسات مازال وحاجني لي مناكم لا تعودوا فهمتوا عن قضية الإعدادية اللي مازالت نعرف عنها المطروح. المستفيدون من خدمات هذه المنشآت المدشنة ذمنوا الجهود التي ساهمت في القضاء على أبرز التحديات
التي تقف أمام الساكنة في هذه المناطق. لا مركزية الخدمات الأساسية في جميع المناطق الداخلية حقيقة وعتها وكالة التضامن، فبادرت إلى العمل للقضاء على أهم المشاكل التي تواجه الساكنة في هذه المناطق من خلال تجهيز هذه المنشآت التعليمية والمائية من التأسيس وحتى التسليم. وفي الشأن الرياضي، اختتمت بمدينة بوغا في ولاية البراكنة فعاليات الأدوار النهائية للبطولة الوطنية لكرة السلة المنظمة من طرف الاتحادية الموريتانية لكرة السلة بمشاركة عدد من الأندية والفرق الرياضية الناشطة في مجال هذه اللعبة الأولمبية. بعد 3 أيام من التنافس الإيجابي بين الفرق المتأهلة إلى الأدوار النهائية عن المنطقة الجنوبية المشاركة في البطولة الوطنية لكرة السلة المنظمة من طرف الاتحادية الموريتانية لهذه اللعبة، اختتمت هنا بالملعب الرئيسي لكرة السلة بمدينة بوغي نهائيات البطولة على مستوى المنطقة الجنوبية فيما يعرف بالبلاي أوف. اليوم الختامي لهذه المراحل النهائية تميز بإجراء مباراة قوية جمعت فريق بوغي بفريق نجوم الشمال إتوال دينور، حيث كانت الندية هي شعار اللقاء قبل أن تصل المباراة إلى أمتارها الأخيرة التي شكلت الفيصلة وقلبت الطاولة وغيرت مجريات اللقاء، وذلك بإعلانها فوز فريق بوغي بنتيجة 44 نقطة مقابل 38 نقطة لصالح إتوال دينور. المستشار المكلف بالاتصال لدى وزير الشباب والرياضة نوه بأهمية تنظيم نهائيات البطولة الوطنية لكرة السلة في إحدى المدن الداخلية للبلاد. ترقية للرياضة اللي مفصول فيها 32 سنة تقريبا قد شاركنا الشباب، والوزارة دائما نوع من المبادرات وطالب من الاتحاديات كاملة أنهم يمشوا نهج الرياضة لا بد من الممارسة، الممارسة لا بد فريق بوغي بطل المنطقة الجنوبية سيلتقي في 20 من الشهر الجاري مع فريق الميناء بطل المنطقة الشمالية الذي فاز على حساب فريق واذبو، وذلك في المباراة الختامية لهذه البطولة الوطنية التي سيتم إجراؤها بملاعب كرة السلة التابعة للمعهد العالي للشباب والرياضة في نواكشوط. نظمت جمعية رعاية المكفوفين حفلة لتكريم الفائزة الأولى في مسابقة القصة المكتوبة على طريقة براير المنظمة بالإمارات العربية المتحدة تحت الشعار الجميع يقرأ. قد نالت المرتبة الأولى الطالبة الموريتانية آمي متر هادي من جمعية رعاية المكفوفين، وتعمل هذه الجمعية على الرفع من مستوى تعليم شريحة المكفوفين ومساعدتهم ماديا ومعنويا. أطلق تجمع الشباب الديمقراطي مساء أمس في نواكشوط فعاليات حملته التحسيسية المحضرة للاستفتاء على التعديلات الدستورية المنظمة تحت الشعار نعم للتعديلات الدستورية الوطن يجمعنا. وطول التجمع أكدوا على ضرورة توعية المواطنين وحضهم على التصويت لصالح التعديلات الدستورية المزمع تنظيمها خلال شهر يوليو المقبل، مبرزين ضرورة مشاركة الشباب بقوة وفاعلية في عمليات التحسيس. نظم المشروع الوطني أمس في نواكشوط ندوة بعنوان تدافع القبلية والدولة القبيلة عفوا والدولة، وقدم العرض الرئيس في هذه الندوة الدكتور سيدي محمد الجيد الأمير العام بجامعة العيون الإسلامية الذي تطرق لهذا الموضوع مشخصا دوافع النفوذ القبلي وبواعث تمدده مؤرخا للعلاقة بين سلطة الإدارة وسلطة القبيلة. حضر الندوة لفيف من المثقفين والأكاديميين والإعلاميين.
نظمت التنسيقية الوطنية لدعم التعديلات الدستورية تظاهرة تحت عنوان الإصلاحات الدستورية ضمانة لتنمية شاملة وإعادة تأسيس الجمهورية على شرعية المقاومة. رئيس التنسيقية سيد أبو بكر والدهباش شكر الحضور على تلبية دعوة داعيا الجميع إلى التصويت بنعم التعديلات الدستورية وذلك نظرا لأهميتها في تكريس الوحدة الوطنية وإبراز دور المقاومة الوطنية، وقال إن الشعب المقتنع بنهج الإصلاح قادر على إعادة تأسيس الجمهورية على أسس قوية. احتضنت قرية تفريت بمقاطعة وادناقة مهرجانا شعبيا حضره عدد من منتخبي ووجهاء وأطر ولاية الترارزة، وثمن رئيس المبادرة السيد فؤاد ولي المختار النشبة شهدته البلاد في ظل تسيير الرئيس محمد عبد العزيز من نهضة تنموية على الصعيدين الوطني والجهوي، معتبرا أن الإصلاحات التي تكرسها التعديلات الدستورية المقدمة للاستفتاء في 25 يوليو تمثل أهم ضمانة لتعزيز وإنجاح مسيرة النماء والبناء. ودعا رئيس المبادرة الجماهير إلى المشاركة الفعالة في التصويت بنعم لصالح التعديلات الدستورية المقترحة باعتبارها واجبا وطنيا يمليه الضمير الوطني. أطرق عدد من أطر ولاية الحوض الغربي من مدينة العيون مبادرة لدعم التعديلات الدستورية المزمع عرضها على الاستفتاء الشعبي منتصف شهر يوليو المقبل. المتحدثون خلال هذه التظاهرة أكدوا أنها تهدف إلى القيام بحملة تحسيسية واسعة داخل المدينة وفي عدة بلدات من الولاية حول أهمية الإقبال على التسجيل في اللائحة الانتخابية التكميلية والتصويت بكثافة لصالح التعديلات الدستورية. مشاهدينا ختام النشرة، نعود ونذكر بالعناوين. الشغيلة الوطنية تخلد فاتحة مايو وزيرة الوظيفة العمومية تتسلم العرائض المطلبية للنقابات. وزيرة التجارة والصناعة والسياحة تعطي إشارة انطلاق المعرض الجزائري للمنتوجات. تدشين شبكة مياه تعمل بالطاقة الشمسية في قرية الشحافية بولاية الحوض الغربي. ختاما مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على كرم المتابعة، نلتقي بحول الله عند منتصف الليل في عرضنا الإخباري الأخير. إلى ذلك من الحين تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.